أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول لي صاحب: ما رأيكم في اشتراء المرء الكفن وجعله في بيته يتذكر به الموت؟ هل به بأس؟ هذا شيء لم يعمل السلف كما نعلم، وإنما يعمله بعض الزهاد وبعض العباد، ولكن ليس له دليل من الشرع. تذكر الموت بدون الكفن، تذكر الموت، الموت ما هو شيء خفي ولا شيء. أنت تشوف الموت كل يوم، تشوف الجنائز، تشوف يعني ما تتذكر الموت إلا بالكفن. ما يمر يوم إلا وتشوف جنائز، تسمع الجنائز، تسمع الناس فلان، فما يحتاج إلى كفن. نعم.